الوضع مش مبين كتير منيح، رح اكتب لك وصفة جديدة. لا ما تكتبي. بام برم برم تم، اخذت الشهادة. برافو حبيبتي، ومنيح انك رجعتي. امي قلقانة. كل اشي كتير غالي، رح نضطر نطلع وردة من المدرسة. لا سيدي. بدي اياها تكمل دراستها. ديري لي بالك على المفتاح. كيف تطلع على واحد اللي خسر كل شيء يا ورد؟ بشفق عليه. احنا ما كانش بدنا شفقة من حدا. شو كنتوا بدكم؟ كنا بدنا نرجع على بلادنا. بيقولوا انه كل ثورة بحاجة لتضحية، بس ما طلع لنا شيء بالمقابل. مش مهم قديش بتصير عتمي، دايما حاولي لاقي ولو أصغر شعاع ضو وخليكي هناك. شو موهوبة. ليش ما بنزل لتحت؟ يمكن من وين هو قاعد الدنيا بتبين غير. يمكن هو بيعرف إشي عن الأمل. أمل؟ مين بهمه الأمل؟ أنا بهمني.